مرحبا. ما رح نحس بتغيير كبير بالطقس بالايام يلي جايه. صحيح انه الحراره رح تنزل شوي على الساحل وبالجبال، بس ارتفاع نسبه الرطوبه عم بخلي الحراره يلي منحس فيها فعليا مرتفعه والشعور بالشوب كبير، كما انه في احتمال تشتي ببعض المناطق بكره. معدل الحراره نهارا بالعاصمه عم بيسجل 33 درجه، 37 بزحله، 38 ببعلبك، و32 درجه بالقبيت. نسبة الرطوبة على الساحل عم بتسجل 70%. جربوا ما تتعرضوا للشمس بشكل مباشر لأنه اليوفي مرتفع، واشربوا سوائل قد ما فيكن. كيف رح يكفي الطقس بالأيام يلي جاية منشوف. الأربعاء الحرارة على الساحل بتسجل 33 درجة، الأجواء بتكون غائمة جزئيا لغائمة ومعقول تشتي ببعض المناطق بالشمال خصوصا. خميس الجمعة والسبت الطقس بيكون غائم جزئيا لقليل الغيوم بالإجمال. الحرارة على الساحل بتنخفض شوي لتسجل نهارا 32 درجة، أما الريل فيل بيتخطى 40 درجة. إذا كان كل شيء تصبحوا على خير.